الحمد لله الذي قد وهب عباده المقربين الأدب، ثم الصلاة بالسلام تلتقي على نبينا عظيم الخلق. وبعدها كأحسن الأخلاق يرقى بها صاحبها المراقي. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه وبعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هذه حلقتنا الرابعة في شرح منظومة أحسن الأخلاق. قال الناظم وفقه الله: فأولا راعي مع الله الأدب بترك الإثم وبفعل ما وجب وحسن ظن وتوكل رجا. وحسن ظن، الظن أيها الأحبة نوعان: ظن حسن وظن سيء. ولا ينبغي للعبد المؤمن أن يسيء بربه سبحانه وتعالى الظن، فإن مولانا جل وعلا ينبغي للمسلم أن يظن فيه الظن الحسن، فينال العبد بذلك مبتغاه من عفوه ورضاه سبحانه وتعالى. قال سبحانه: وعلى الثلاثة الذين خلفوا حتى إذا ضاقت عليهم الأرض بما رحبت وضاقت عليهم أنفسهم وظنوا أن لا ملجأ من الله إلا إليه ثم تاب عليهم ليتوبوا، إن الله هو التواب الرحيم. تأمل في قوله سبحانه: وظنوا أن لا ملجأ من الله إلا إليه. أنصحكم بقراءة كتاب جميل صغير اسمه الزنزانة المتجولة، أظن الدكتور ياسر الحمصي، المهم موجود على الانترنت، اسمه الزنزانة المتجولة. زنزانة لكنها متجولة، سبحان الله. أصحاب الرسول الثلاثة الذين خلفوا في غزوة تبوك، النبي صلى الله عليه وسلم أمر أصحابه بمقاطعته: لا تكلموهم، لا تعاملوهم، لا، يا الله يا الله، ما أقصى هذا. يعني تصور أنك في زمن النبي صلى الله عليه وسلم تعيش هذا الحدث، يحاصرك المجتمع كله فلا يسلم عليك أحد، وإذا سلمت لا يرد عليك أحد. يا الله. كان كعب بن مالك رضي الله عنه يقول: كنت آتي مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم فأسلم عليه ثم أسارقه النظر هل رد علي تمتم بشفتيه أم لا. يا الله. قال: كنت أصلي، قال: فأنظر شزرا، يعني هكذا بجانب، هل النبي صلى الله عليه وسلم يراني أم لا، ينظر إلي أم لا. يا الله، لا حول ولا قوة. والله إن العبد إذا أعرض عنه حبيبه من أهل الدنيا العاديين فإنه تضيق به الأرض، فكيف إذا أعرض عنه الله؟ نعوذ بالله من ذلك. كيف إذا أعرض عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فلذلك نحذر أن نعرض عن الله أو نعرض عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم. دعوة الله لنا، دعوة رسول الله صلى الله عليه وسلم حياة لنا والله، ومن أعرض عن هذه الحياة فهو الجيفة المنتل القذر البعيد، نسأل الله العافية. عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: أنا، قال الله تبارك وتعالى في الحديث القدسي: أنا عند ظن عبدي بي، رواه البخاري، أنا عند ظن عبدي بي. إذا ظننت في الله الخير ستجد الخير، لكن كن أنت من أهل الخير، لا يكن الإنسان من أهل الشر وأهل الفسوق والعصيان والعربدة وقل والله نظن بالله خير. لا، استقم. شيبت النبي صلى الله عليه وسلم: فاستقم كما أمرت ومن تاب معك. استقم، لا حول ولا قوة إلا بالله، فاستقم. هل هناك رجل أشد استقامة من رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ إني لأتقاكم لله وأخشاكم له،
هو يقول عليه الصلاة والسلام وما دعا ذلك يقول له ربه سبحانه وتعالى استقم. في المسند عن النبي صلى الله عليه وسلم إن الله عز وجل قال: أنا عند ظن عبدي بي، إن ظن بي خيرا فله، وإن ظن بي شرا فله. والمعنى: أعامله على حسب ظنه بي، وأفعل به ما يتوقعه مني من خير أو شر. قال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: والذي لا إله غيره ما أعطي عبد مؤمن شيئا خيرا من حسن ظنه بالله، والذي لا إله إلا هو لا يحسن عبد بالله عز وجل الظن إلا أعطاه الله عز وجل ظنه، ذلك بأن الخير بيده، الخير بيده سبحانه وتعالى، فلنظن في الله سبحانه وتعالى الظن الحسن، نظن أنه يغفر لنا، نظن أنه يرحمنا، نظن أنه لطيف بنا، نظن وإذا ضيق علينا في هذه الحياة فذلك من رحمته سبحانه وتعالى بنا، حتى لا نذهب بعيدا وتجرفنا زينة الحياة عنه. فوالله ينبغي للعبد أن يظن بالله الظن الحسن، ومن خسر في هذا خسر في أمر عظيم والعياذ بالله. قال سهل القطعي رحمه الله: رأيت مالك بن دينار في منامي، فقلت: يا أبا يحيى، ليت شعري ماذا قدمت به على الله عز وجل، ما هو الشيء الذي قدمت به على الله عز وجل؟ فقال قدمت بذنوب كثيرة فمحاها عني حسن الظن بالله. الله، فمحاها عني حسن الظن بالله. ولذلك العبد يعيش بين الرجاء والخوف، يعيش بين الرجاء والخوف، ويطير بهذين الجناحين إلى الله عز وجل، وعليه أن يغلب ما دام حيا صحيحا، أن يغلب جانب الخوف، فإذا مرض غلب جانب الرجاء وحسن الظن في الله سبحانه وتعالى. ولذلك أحسن الظن بالله وحسن الظن في الله للمرضى الذي يكون على فراش الموت ويريد أن يلقى ربه سبحانه وتعالى، حسن به الظن. جاء ابن عباس رضي الله عنه إلى سيدنا عمر وهو على فراش الموت لما طعنه المجوسي الخبيث، فقال: أنت أمير المؤمنين، أنت خليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم، أنت ثالث الثلاثة، أنت وأنت وأنت، وأثنى عليه صدقا بما قال الله وقال رسوله صلى الله عليه وسلم فيه. فقال: ثكلتك أمك. وقال لابنه عبد الله: ضع خدي على التراب لعل الله سبحانه وتعالى يطلع إلي فيغفر لي. وحسن ظنه بالله سبحانه وتعالى. لذلك ينبغي أن من وقف عند المريض، عند المريض المسلم، أن يعينه على تحسين الظن بالله عز وجل. لا تؤيس من رحمة الله، إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، حتى لو كان قد فعل المنكرات وفعل ما فعل، فإنه إذا حسن ظن ربه بالله وكان موحدا، انتبه إلى موحدا، هذا التوحيد ما في شرك، إن الله لا يغفر أن يشرك به، إنه من يشرك بالله فمأواه النار والعياذ بالله. نسأل الله، إن من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار والعياذ بالله. فلذلك أيها الحبيب كن موحدا، على أي عمل تلقى به الله حسن ظنك بالله سبحانه وتعالى. إذن إن الله عز وجل قال في الحديث القدسي: أنا عند ظن عبدي بي، إن ظن بي خيرا فله، إن ظننت بالله خير ستجد هذا الخير، وإن ظن شرا فله. إذا نحسن الظن بالله ونحسن كما قلت لعباد الله ظنهم في الله سبحانه وتعالى، ولا نقنطهم من رحمة الله، فإن التقنيط من رحمة الله والعياذ بالله، إنه لا، ومن يقنط من رحمة ربه إلا القوم الضالون الكافرون والعياذ بالله. الذي كفر وظل هذا الذي يقنط، أما المؤمن فينبغي له أن يحسن ظنه بالله. أسأل الله أن يجعلنا ممن يحسنون الظن بالله سبحانه وتعالى.
وأن يختم لنا بالباقيات الصالحات، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.